And today we're playing the questions and answers in the Arabic. اليوم نحكي سؤال وجواب. يلا نبدأ. يلا. بره بره بره. آدم أنا بحكي لك 5 أسئلة وأنت تحكي لي 5 أسئلة. أوكي. سؤال الأول، ما هو اسم ابن البخارة؟ العجل. برافو. سيب السلايم وفكر. أو أنت سيبي سلايمك. ها بحطه هون. سيب سلايمك هون. سؤال الثاني، ما هو اسم ابن النسر؟ هيثم. برافو. سؤال الثالث، من هو أسرع طلع علي. سؤال الثالث، من هو أسرع حيوان في العالم؟ أسد. لا خطأ، الفهد. السؤال الرابع، مين أكثر حيوان عند الممر الأسرع؟ القوي 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 قوي. سؤال الرابع، من هو الحيوان اللي عنده ممر قوية؟ سؤال الرابع، من هو أقوى حيوان في الممر في العالم؟ دولفين. صح صح يا آدم. السؤال الخامس والسؤال الأخير لك يا آدم، ما هو أكبر حيوان في العالم يا آدم؟ دلفين. خطأ، الحوت الأزرق. أنت بتعرفه؟ لا. هو بيعيش في المحيط. الحين دورك يا آدم. يلا الحين دورك يا آدم. يلا يلا يا آدم. أوكي سيدرا، من هو السفينة الصحراء؟ أعتقد هو الجمل. سؤال ثاني، عند أسألك إشي ثاني. أوكي، ما هي عاصمة الإمارات؟ أبو ظبي. صح. ياي. ما هي عاصمة فلسطين؟ القدس طبعا. صح. سؤال الرابع، ما هي عاصمة أمريكا؟ نيويورك. لا، واشنطن. سؤال الخامس والأخير، إيش هو؟ يلا يلا يخليه صعب عليكي. إيزي. عندي أحكي لك لغز. إيش منضحك نضغط عليه نصرخ. إيزي طبعا، الجرس. صح. هي النتيجة 4-4. أيوة. الحين السؤال لأصحابنا، من هو أول البشر؟ سيدنا نوح ولا سيدنا آدم ولا سيدنا عيسى؟ اللي بيعرف يحط جواب في الكومنت ويضغط لايك، واللي عرفها باخد جائزة نتصل عليه. وإذا أنت ولد أو بنت حط كمان في الكومنتس عشان نعطيك هدية. يلا مع السلامة. تتذكر؟ لا ما بتذكر. ما بتتذكر لما أوكي تتخوت. لا بسيدرا. سيرا سيرا يا سيدرا يا سيدرا. والله لما نروح عنا ما بتذكر. اوكي خلاص ما تذكرني انجري وانا ما بتذكر. This is my slime collection. And this is my good slime. Because it's really my good slimy, but it's really good. But this glitter is white. But I love with it glitter, so don't hate on it. انت بردان؟ انت؟ انا حرانة. انا بردان.